ما شاء الله الناس حابين هذا المكان وعليه قبال. ميكيل كوفي يعتبر من أشهر الكافيهات اليونانية وعندهم أكثر من 200 فرع حول العالم. المكان بالفترة الصباحية يكون رايق ومناسب للعمل عن بعد أو الدراسة بالنسبة للطلاب، ويتوفر كمان عندهم النت، وعلى فكرة النت عندهم سريع. في ميكيل كوفي عندهم عرض رهيب، تأخذ سندويتش من اختيارك مع البطاطس وكمان الآيس تي، وكل هذا ب29 ريال بس. ويا مساء الخير، موجودين في حي الخالدية وتحديدا على شارع الأمير سلطان، وتغطيتنا لهذا اليوم حتكون لميكيل كوفي. عندهم عرض جميل حنكتشفه اليوم معاكم. وهذا المكان من الداخل، بداية عندنا هنا مجموعة من الجلسات بالدور الأرضي، ما شاء الله الناس حابين هذا المكان. وهنا قسم تحضير القهوة وثلاجة عرض المنتجات. بالدور العلوي عندهم غرفة خاصة بالاجتماعات، نروح ونكتشفها معاكم. تقدروا تحجزوا هذه الغرفة بالكامل، وممكن كمان يقفلوا لكم الستائر، فبالتالي يعني توفر فيها الخصوصية. ونفس الغرفة مجهزينها كمان هنا بالبروجيكتر. نعرفكم الآن على السندوتشات المشمولة في العرض. عندنا أول حاجة هنا سندوتش فاهيتا الدجاج، وهذا فيلادلفيا اللحم، بالإضافة البرجر ميكيل. ومن ضمن الخيارات الموجودة كمان في العرض عندكم هنا ساندويتش الجمبري الكلاسيك، بالإضافة لساندويتش الجمبري السبايسي، شكله جدا مشهي، وجاي هنا كمان بالخبز الأسمر. ومع كل السندوتشات اللي تختارها يتقدم هنا البطاطس، بالإضافة للآيس تي من اختيارك. عندهم الآيس تي نوعين، عندكم هنا الآيس تي الأخضر بالإضافة للآيس تي الليمون. تستمتعوا هنا في وجبتكم في ميكيل كوفي وتدفعوا 29 ريال بس. بصراحة ماني قادر أقاوم منظر ساندويتش الجمبري السبايسي، جدا مشهي. ونقول بسم الله. جربنا هنا الجمبري السبايسي، طعمه جدا لذيذ ولا يفوتكم. وتقدروا تختاروا السندوتشات بالخبز الأسمر أو الخبز الأبيض، وممكن كمان تطلبوه بخبز التورتيلا. والبرجر كمان شكله يحمس، غرقان هنا بالصوصات والجبنة. خلونا ناخذ فكرة على ثلاجة الحلا ونشوف الأشياء اللي بيقدموها. عندنا هنا الشيز كيك، كيكة الجزر، وهذه كيكة الحليب بنكهات مختلفة، تراميسو، بالإضافة لكيكة زبدة الفول السوداني، وعندنا هنا البراوني، الريد فيلفيت، وغيرها من أنواع الكيكات.